عشنا لنرى جيشا حرا يدافع عن ليبيا التي نكل بها لعقود، جيشا يدافع عن الأهالي ضد كل سفاح حقود، فهم أفراده معنى الشرف والصمود، فجعلوا من أنفسهم للكرامة وقود، حاربوا الاستعمار وحاربوا، ولكن ما حاربوا شعبهم وكأنهم يهود. هو الذي انتصر في بنغازي وجدابيا وراس لانوف، هو جيش وطني على الإرهاب والتطرف حقود، في الوقت الذي كانت فيه ميليشيات مشرعنة مؤدلجة دينيا تحمل الفكر المتطرف، جعلوها الإرهابيين جيشا لهم، ضم إليه المجرمين والمهربين واللصوص، وارتكبوا المجازر في المدن والسجون، وأحرقوا الأحياء وقطعوا الرؤوس وسلخوا الجلود، ولكن أشراف الوطن من آبائنا وجدود، أبطال جعلوا من الجيش عهدة العهود، ليحتضنوا من جديد جيشها المولود، اليوم أحرار للجيش سمعته تسود، يحمون الشعب والوطن، اليوم كل الأحرار في 16 من مايو يحتفلون بثورة الكرامة، عنوان يحمل الكثير من الآلام والفرح والأمل معا، نقولها الآن وكلنا فرح وفخر وانتصار، بأننا عدنا بقوة الرجال وانتصار الحق من بعد ظلام الراية ومسار الدم والرعب، برجالها وأبناء الوطن الخيرين الذين قدموا التضحيات الكبيرة لانتصارها على أعداء الوطن والدين، واليوم نعيش فرحها وعرسها وهي صامدة تعانق بالجيش الليبي عنان السماء، رافعة هامات الوطن إلى الغد الأفضل المنشود. كل عام وكل الليبيين بألف خير، كل عام وكل الأحرار بألف خير، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الكرامة. إذا مشاهدينا الكرام، حياكم الله اليوم من وسط مدينة بنغازي ومن قناة ليبيا الحدث، نرحب بكم جميعا في الاحتفال أو في هذه التغطية بالاحتفال بالذكرى ثورة الكرامة في ذكرها الثالثة. اليوم سنكون سويا في ساعة على الهواء مباشرة من داخل استديوهاتنا من قناة ليبيا الحدث، ولأن ملحمة بنينا ملحمة سطرها التاريخ ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه وسطروها رجال الجيش الوطني الليبي، فنبتدئ ونستهل هذه التغطية اليوم بهذا التقرير عن بنينا. هي قلعة صمود تحطمت على أسوارها أحلام الإرهابيين، فكانت مهد الكرامة ونقطة انطلاق نحو حرب على المتأسلمين من تنظيم القاعدة وأمثالها. ملحمة بنينة والتي بدأت ب175 عسكري لبوا نداء الوطن بعد أعمال وحشية من اغتيالات وخطف تعسفي وذبح على الهوية طالت كل من خالف فكرة التنظيم المتطرف في بنغازي. دقت طبول الحرب في 15 من مايو للعام 2014، فاصطف أهالي بنغازي وما جاورها من مدن ومناطق عسكريين ومدنيين للذود دون سيطرة داعش على المدينة. بدأت معركة بنين التي كانت فتيل اشتعال المعارك العسكرية لاجتثاث وباء قد فتك بالأرض والعرض، معارك ضارية دار رحاها في شوارع المنطقة التي شهدت استشهاد قادة ستبقى سيرتهم العطرة تتناقلها الألسن جيلا بعد جيل. سالم مرفوعة، ناجي العقيلي المتهاك، عزم البرغثي، طاهر لفسي وأحمد لصعيطي وأسماء أخرى لرجال حملوا بين طيات هذه الحروف أسمى معاني التضحية والشهامة. وبعد 6 أشهر من حرب شرسة ضروس كان هدف الدواعش فيها السيطرة على مراكز رئيسة لهم كي تكون منافذ تمكنه من السيطرة على المدينة كمطار بنينة والقاعدة الجوية. وباء لم يفلح في نشره حين أعلن الشهيد سالم مرفوعة في يوم 14 من شهر أكتوبر ومن أمام كوبري بنينة بأنها تحت سيطرة رجال القوات المسلحة، فتلاشت أحلامهم وتحولت إلى كوابيس، فأصبح قادتهم يتساقطون الواحدة والآخر، ومن أبرزهم محمد السهاوي
زعيم ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، حين استهدفته مدافع القوات المسلحة من على بعد 100 متر من أسوار قاعدة بنينة. الآن وبعد سنوات من معركة الكرامة، تتزين بنينة بشوارعها وكبرها وتستعد للاحتفال بذكرى القضاء على الإرهاب وبأخذ ثأر الرجال، بعدما كان الظلميون يمهدون لإقامة دولة على حساب دمعة أم وأب وطفلة وزوجة لكل شهيد. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث. إذا هذه هي عملية الكرامة أو ثورة الكرامة كما شاهدنا سويا في هذا التقرير عن بنينة التي سطرت التاريخ ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه بدماء رجال الجيش الوطني الليبي الذي دحر الإرهاب وسيطر على مدينة بنغازي وطرد براثن كل من أرادوا أن يعيثوا في هذه المدينة في هذه العصية فسادا وفي كل أرجاء ليبيا. اليوم رجال الجيش الوطني الليبي يحتفلون بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة التي باتت أن تحقق أهدافها في ليبيا، وبات الكل، كل المجتمع الدولي وكل المواقف الدولية يقترعون ويثقون كل الثقة بأن الجيش الوطني هو الجيش الذي يريد دولة المؤسسات، الدولة المدنية، الدولة التي يكون فيها المواطن الليبي يعيش في أمن وأمان بعيدا عن كل التجاذبات أو التطرف أو الإرهاب الذي أراد الإرهابيون والمتطرفون الذين عاثوا في هذه المدينة فسادا لفترة من الزمن. اليوم كما أسلفنا الذكر، معركة الكرامة هي معركة دفع الرجال في الجيش الوطني الليبي الكثير والكثير لكي نصل اليوم لهذه النتائج، ونحن نحتفل وكلنا فرح كما نشاهد في الصور البارحة في مدينة بنغازي. شعلة الكرامة انطلقت من بنينة، وكان الشباب والشيب وكل رجال هذا الوطن يحتفلون بهذه الثورة، ثورة الكرامة. اليوم مدينة بنغازي تعود لها الأنفاس من جديد، اليوم مدينة بنغازي تحتفل، مدينة بنغازي ترفرف فيها رايات الحرية. اليوم يعني أفراد الجيش الوطني الليبي بالفعل سطروا التاريخ ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. لازلنا متواصلين في هذه التغطية بالاحتفال بذكرى الثالثة لثورة الكرامة، والتي كان فيها الكثير والكثير من الألم والمعاناة لكي نصل لهذه النتائج ولهذه الفرحة العارمة الذي نحن فيها اليوم، سواء في مدينة بنغازي أو في كافة المدن الليبية التي ربما حتى العاصمة طرابلس التي هي قلبا وقالبا وكميه يعني نعم هي زي ما اسلفنا الذكر ان العاصمه طرابلس هي كانت ولا زالت منذ البدايه مع الكرامه، واهالي طرابلس يريدون المؤسسات ويريدون الدوله المدنيه، ولكن للاسف لا زالوا يقبعون تحت الميليشيات، لا زالوا يقبعون تحت التخويف وتحت الترهيب، ولهذا ربما لا يستطيعوا ان يحتفلون بهذه الثوره لانهم الى الان لا زالوا قابعون تحت هذه الميليشيات التي عاثت في طرابلس فسادا الذي نسأل الله في القريب العاجل أن يفرج عن أهالينا في طرابلس. معنا عبر الهاتف محمد سيدي، مرحبتين بك. السلام عليكم. مرحبتين بك أستاذ، مرحبا وسهلا بك وبشاهدين الكرام. مرحبتين بك محمد سيدي من الكفرة. حدثنا محمد سيدي عن أجواء الاحتفالات بذكرى الكرامة في مدينة الكفرة، وأهم يعني أهم ربما أهم النقاط أو أهم المواقف التي مرت على أهالي الكفرة بذكرى الكرامة.
طبعا نهني انفسنا اولا بهذه المناسبه والشعب الليبي ثانيا بهذه المناسبه، يعتبر بهذه الذكرى الذي بداوا بابطال الجيش الوطني في تحرير الارض الليبيا من دنس هؤلاء الناس وهؤلاء الارهابيين في الوقت الذي كان هناك كبائد من القوات الدلع الليبيا اتت الى المدينه الكفرى وحاولت قصف المدنيين وخاصه منطقه بدر القي ومنطقه الشورى طوال ثلاث اشهر متتاليه دون هواد بجميع الصنوف الاسلحه، ليس لسبب الا لان هؤلاء الناس لم يخضعوا لارادتهم. فنهني انفسنا ونهني الشعب الليبي او الشعب الليبي وجيشنا البطل الابير، ونقول نحسر ونحن معك والطريق رغم بهذه المشقه وبهذه الصعوبه، اننا نقول كل سكان منطقه الشورى الليبيه انهم مع جيشنا الوطني الى الامام. نعم. محمد، كما نعلم أنك مدير منطقة الشورى الإدارية في الكفرة، أنقل لنا الاحتفالات في المنطقة وكيف كانت الاحتفالات أو كيف كانت الاستعدادات للتجهيز بالاحتفال بذكرى الكرامة. طبعا هذا الذكرى يعتبر من الايام التاريخيه التي سيكون لها اثر كبير، واستعداداتنا جاريه على قدم الوثاقة، وسيكون هناك حفل زاهر بهذه المناسبه العظيمه في المنطقه وبمقر ديوان المنطقه، ونحن طبعا كل ايامنا كرامه وكل ايامنا افراح بهذه من بدء هذه العمليه التي بدات وشعرنا من خلالها الاستقرار الامني واستقرار الأمن في المنطقة بشكل كامل. نعم، لكي نعود إلى الوراء وبداية هذه الثورة، ثورة الكرامة، ذكرنا في البداية كيف كان أو كيف التحقتم وكيف ناشدتم المشير خليفة حفتر للانضمام بهذه الثورة، ثورة الكرامة. نعم، يبدو أنه ننتقل إلى فاصل ومن بعدها نعود لاستكمال هذه التغطية. خليت وزر جالها
اللي بايع حياته دونها. ليبيا عظيمة يا الله بصونا بيتك سف سف نسوم جبالة. ليبيا عظيمة برمزة وكلونة في صوتة هالناس موت جبالة. سمسونا خلا خلا يتوازن أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. لازلنا متواصلين في هذه التغطية المباشرة في الذكرى الثالثة لثورة الكرامة التي قضت على الإرهاب والتطرف في مدينة بنغازي وفي كافة ربوع ليبيا بإذن الله. لازلنا طبعا متواصلين في هذه التغطية ولازالت التقارير تتوالى في هذه التغطية وعديدة بخصوص هذه المعركة، معركة الكرامة والحرب ضد الإرهاب من قبل الجماعات ضد الجماعات الإرهابية من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. اليوم للمرة الثانية على التوالي نهني كل الأحرار، كل أفراد وكل مواطنين الشعب الليبي بهذه الذكرى. نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم أحرارا بعيدين كل البعد عن التطرف وعن الإرهاب، كل عام وأنتم تعيشون في مدينتكم بالحرية وبالطمأنينة وبالأمن والأمان. إذن تقريرنا التالي: معركة الكرامة عملية بحجم الوطن، انتفاضة ثار فيها أبناء ليبيا أجمع معبرين عن غضبهم، معلنين للعالم أن الدم الليبي واحد، وللعاصمة طرابلس نصيب من يوم الكرامة 16 من مايو 2014. الزميل صالح العيش أعد لنا تقرير عن معركة الكرامة وعن طرابلس، تفاصيل أدق في هذا التقرير. تدعو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي كافة أبناء الشعب إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وتقديم العون والمساندة في ضبط الأمن وتحقيق الأمان والاستقرار. عملية الكرامة هي حراك شعبي التف فيه أبناء الشعب الواحد على قوتهم المسلحة دعما لها، معلنين حربا ضروسا على قوى الظلام والإرهاب. جمعة الكرامة 16 من شهر مايو 2014 شهدت تحركا واسعا في شوارع المدن الليبية قاطبة، لا سيما العاصمة طرابلس. خرج أبناء العاصمة في ذلك اليوم معبرين عن غضبهم واستيائهم لما آلت إليه أوضاع البلاد من توغل للإرهاب، ليسطروا في ذلك اليوم ملحمة من تآلف وترابط الدم الليبي ستظل خالدة في أسطر التاريخ. صالح العيش، ليبيا الحدث. يا بنغازي مش بروحك، نحن ضمدين جروحك، هذه الكلمات التي رددها شباب العاصمة طرابلس. كما أسلفنا الذكر أن العاصمة التي تقبع تحت حكم الميليشيات، تحت حكم الإرهاب، تحت حكم التطرف، هي اليوم متأكدين وواثقين بأن
يعني الأغلبية من العاصمة الليبية طرابلس هم مع هذه الثورة، ثورة الكرامة، وهذا ما رأيناه في الفترة السابقة من خلال المظاهرات والحشود الكبيرة التي ظهرت في المظاهرات تؤيد الكرامة وتؤيد الثورة على الإرهاب والتطرف، وكذلك تؤيد المشير خليفة حفتر القائد العام والقائد الأعلى لهذه الثورة، ثورة الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب والتطرف، ثورة كل الليبيين، ثورة الكرامة. إذن مشاهدينا الكرام، ولازلنا متواصلين في هذه التغطية على الهواء مباشرة من وسط استديوهاتنا في قناة ليبيا الحدث في مدينة بنغازي، ولكن الآن فاصل قصير ومن ثم نعود لكي نستأنف باقي هذه التغطية. لازلنا متواصلين في هذه التغطية على الهواء مباشرة من قناة ليبيا الحدث ومن وسط مدينة بنغازي، ومعي عبر الأقمار الصناعية مراسلنا من مدينة بنغازي محمد العزومي. محمد العزومي، أطلعنا على آخر المستجدات في بنغازي الآن في هذه اللحظة. أهلا وسهلا بك. اليوم بنغازي تستعد للاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة. نحن الآن متواجدون داخل ساحة الكيش، الاستعدادات الأمنية وأيضا على أكمل وجه من ناحية الأمنية، سيارات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وسيارات الشرطة العسكرية منتشرة في كل مكان داخل شوارع مدينة بنغازي، وخاصة تأمين هذه الساحة من قبل الأجهزة الأمنية للاحتفالات بذكرى الثالثة للكرامة. حتى الآن ربما ساعات الصباح الأولى لا يوجد عدد من المتظاهرين من المحتفلين، ولكن ربما نقول أن بنغازي اليوم متزينة بالكامل، ما عدا ذلك الأجواء الجميلة داخل مدينة بنغازي بهطول الأمطار اليوم في ساعات الصباح الأولى. بنغازي تستعد للاحتفالات لذكرى الثالثة لثورة الكرامة وعملية الكرامة التي ضحى جل شباب مدينة بنغازي
بنغازي من أجل هذه المدينة، من تضحيات قدمها هؤلاء الشباب لتحريرها من المتطرفين والإرهابيين. وربما نقول أن الساحة اليوم متزينة بالإعلام وصور الشهداء وغيرها من 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 الاحتفالات التي تشهدها اليوم مدينة بنغازي بعد العرض الذي سيقام في منطقة توكرا داخل الكلية العسكرية بحضور المشير خليفة حفتر وأيضا بعض القادات العسكرية وبعض الوفود من الدول المجاورة وأيضا الدول الأوروبية. هذه كلها جل الاحتفالات اليوم ستشهدها مدينة بنغازي بتحرير ربما ما تبقى من براثم الإرهاب داخل محوري الصابري وسوق الحوت. حتى الآن القوات المسلحة على استعداد كامل. ربما هناك شيء آخر نريد أن ننوه عليه، ألا وهو العرض اليوم الذي ستقوم به مقاتلات سلاح الجو سواء كان العمودي أو الحربي، ستعرض اليوم أمام القائد العام للقوات المسلحة بعرض جوي مع الطلاب المتخرجين من الكلية العسكرية ومعسكرات التدريب. أيضا ستقوم أيضا بعد عرضها بعدة ضربات محور الصابري وسوق الحوت. ربما سنشاهد أيضا تطورات أخرى عسكرية ميدانية داخل مدينة بنغازي. هذا كل ما لدينا عن مدينة بنغازي حتى الآن. نعم محمد العزومي مراسلنا من مدينة بنغازي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. إذن متواصلين في هذه التغطية عبر قناة ليبيا الحدث، وبخصوص واليوم باحتفالا بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة. كما أسلف الذكر مدينة بنغازي اليوم، محمد العزومي قال لنا أن مدينة بنغازي تحتفل ومظاهر الفرح تعم هذه المدينة، حيث الأهالي و نعم شوارعها وميادين مدينة بنغازي اليوم تزهر فرحا، والكل يعني كما نشاهد، سننقل إليكم الآن بعض المشاهد الخاصة بشوارع مدينة بنغازي في هذه اللحظة احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة. التجهيزات أيضا في ساحة الكيش للاحتفال بذكرى الكرامة. We'll be right back.
عكا الزمن وامسح أثار الدموع جيشنا يحمي الوطن بالمدافع والدروع بالمدافع والدروع حتى لو سال الدماء تراب الأيام يندال جيشنا رمز الولاء دائما رافع الراس دائما رافع الراس عندي صوت بس للبشر واكتب بدمك كلام جيشنا اليوم انتصر كسر دروب الضلال كسر دروب الضلال جيش حارب على الحرية جيش ما يخاف الرصا جيش بوجوب البرية جيشنا بالعز فات جيشنا بالعز فات إذن كما شاهدنا من وسط شوارع مدينة بنغازي هذه المشاهد هذه مظاهر الدولة التي ينشدها وينتظرها كل الليبيين سيارات الشرطة والجيش والإسعاف لأي حالة طارئة قد تحدث في هذه الاحتفالات وفي هذه الذكرى ذكرى الثالثة من ثورة الكرامة. لازلنا متواصلين في هذه التغطية المباشرة على الهواء مباشرة من قناة ليبيا الحدث ومعي عبر الهاتف قدرية عثمان من جمعية الدرساف للأعمال الخيرية. سيدة قدرية أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدة قدرية. أطلعينا بما أنك من مؤسسات المجتمع المدني أهم يعني الأعمال التي قمتم بها من مؤسسات مجتمع مدني بعد عملية الكرامة أو أثناء قيام هذه الثورة ثورة الكرامة. أكيد أولا أكيد يعني يوم 16/5/2015 كان تاريخ اللي هو للعالم كله اللي هو تاريخ محاربة الإرهاب في العالم وبداية من مدينة بنغازي العاصية. وأكيد في هذا اليوم نحيي القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها بالمستشار بالمشير سيد المشير خليفة حفتر وجنودها الأبرار. أيضا تحية القوات المسلحة أيضا للقوات القوات الخاصة للعقيد ونسب خمادة وتحية طبعا للمجلس النواب الليبي وقيادة سيادة المستشار فخامة رئيس عقيلة صالح اللي هم أعطوا الغطاء السياسي والدولي لعملية الكرامة. ونحيي كل من طبعا وقف مع العملية اللي هي نحن زي ما قال سيادة المشير نحن نحارب الإرهاب عن العالم. طبعا في الذكرى الثالثة طبعا لازلنا داعمين كمؤسسات مجتمع مدني وبالأخص المرأة لازلنا داعمين لعملية الكرامة اللي ردت هيبة الرجل الأمن وكرامتهم وردت للمواطن الليبي كرامته. وايضا ما ننساش ان نحن تحيه كبيره للشهداء وشهداء كتيبه 309 وكتيبه 510 وكل كتاب نعم في هذا اليوم اللي هو يوم انتصار الارهاب. ايضا ما ننساش دور المراه البنغازيه في وقفتها لمدينتها ودعمها اللوجستي من دعم المراه النازحه المراه المهجره. يعني محاوله توفير في غياب الدولة لأن نحن مسؤولين على بناء وطن والكل لازم يشارك فيه. إذا كان تحدث على جمعية الدرساف أو مؤسسة المجتمع المدني بمدينة طبرق يعني اليوم الجمعة الماضية كنا في وقفة في ميدان اللي هي لرفض مسودة الدستور حاليا تحت القوات المسلحة خط حتى هي خط يمكن تعدي عليه ولكن هذا لبناء الدولة
بحيث ان احنا قيامنا ب 17 فبراير او صوت كرامه هي لنيل حقوق كل مواطن بالتساوي بالعداله، هذا ما نسمو اليه. ايضا اليوم يعني نحن في رحله سفر وعمل، يعني كنا في مدينه بنغازي اليوم زي ما نقول يعني امس الماضي، فكانت مظاهر الفرحه والاعلام وبصدق والشيء اللي هو يعني يثلج صدورنا هو وجود البوابات الامنيه بكثافه، رجال الامن في منتهى الادب في معاملته مع الماره في السيارات سواء للعائلات او للسائقين، فهذا يدل على بناء الدوله وبدات تطلع مظاهر الدوله اللي هي نحن نجدولها اللي هي فيها امن وامان ورجل الامن ردت له كرامته، وهذا ما نسبه له ان شاء الله. نعم. سيده قدريه، اهم الاعمال التي قمتم بها في ظل ثوره الكرامه. كان دعمنا القوات المسلحه بدايه في الوقوف، يعني انا شخصيا كقدريه اثنين حتى في ساحه الكيش مع اخواتي اللي هي كانت جيشنا طرق نجاتنا، القوات المسلحه الليبيه دعمنا لها بوقوفنا في الساحات بمناداتنا يجب خروج المراه لدعم اخيها الرجل اللي هو كان رجل الامن، ايضا لحمايه طالباتنا اللي كانت الجامعات الكليات في خوف لخروجها، فكان دعنا يعني خروجنا في الساحه واكبر اكبر دليل ان احنا موقفين مع رجالنا مع كرامتنا مع قواتنا المسلحه مع يعني مع كل من يريد بناء هذا الوطن بصوره صحيحه وبصوره جميله تليق بليبيا كدوله بين نعم. دول العالم. نعم. إذا قدرية عثمان من جمعية الدرصاف للأعمال الخيرية كنت معي عبر الهاتف من مدينة طبرق، تحية كبيرة لك ولكل أهالينا في طبرق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ولازلنا متواصلين في هذه التغطية المباشرة للاحتفال بالذكرى الثالثة لدولة المؤسسات، دولة الجيش، دولة الجيش والشرطة، الدولة التي النظامية التي ينشدها وينتظرها كل الليبيين، الذكرى الثالثة لثورة الكرامة. اليوم نهنئ كل الشعب الليبي الحر، كل الأحرار الذين أرادوا أن يطردوا الإرهاب والتطرف من كافة ربوع الوطن. نهنئ المشير خليفة حفتر بهذا الفوز العظيم الذي أذهل المجتمع الدولي قبل المجتمعات قبل حتى المجتمعات المحلية والعربية. إذا معي عبر الهاتف ومن طبرق ننتقل إلى مدينة شحات، ومعي عبر الهاتف عميد بلدية شحات صالح عبيد الله. سيد صالح أهلا بك. أهلا وسهلا سيد صالح، أنقل لي مظاهر الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة في مدينة شحات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نترحم على شهداء الكرامة ونتمنى الشفاء العاجل لجرحى الجيش الليبي جرحى الكرامة. الحقيقة الفرحة كبيرة جدا بانتصارات الكرامة التي حاربت الإرهاب بالنيابة عن العالم، ونبارك للشعب الليبي عامة ونبارك للمشير خليفة بن جاسم حفتر على هذا النصر، واللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان، واللواء عبد السلام الحاسي مدير عمليات أو رئيس غرفة عمليات الكرامة، ولكل ضباط الجيش هذا الانتصار العظيم الذي حققه الجيش والذي أنقذنا حقيقة من الإرهاب ومن ضياع الوطن. نعتبر أن ببداية الكرامة وهذه السنوات الثلاث كانت في مثابة معركة لاسترداد الوطن من الإرهاب ومن الضياع حقيقة الوطن الذي كان ضائع، ونشكر تدخلات الحاكم العسكري بشكل خاص حتى في نظام بناء الدولة وفي نظام بناء البلديات وفي نظام العمل الوزارات، فحقيقة كان تدخل الجيش الليبي تدخل المنقذ في جميع هذه المواقف. فنهني الشعب الليبي بالدرجة الأولى، ونهني كل هؤلاء الضباط وكل هذه الشخصيات التي ستكتب في تاريخ ليبيا بأحرف من ذهب على ما بذلوه تجاه الوطن. نعم.
أما بالنسبة في شاحات حقيقة لا تتخيل الفرحة الحقيقية التي توجد في البيوت وتوجد في منذ ظهور الكرامة وليس اليوم فقط. منذ ظهور الكرامة الشعب الليبي بايع الكرامة وبايع ضباط الجيش ونسور الجو بدون أن يتردد، وهذه المبايعة لم تكن مفروضة عليه ولم يكن يطلبها منهم أحد. رجال الجيش أرموا بأنفسهم ضد الإرهاب وحاربوه دون أن ينتظروا قرار من، ولكن كان الشعب الليبي وبرلمان الليبي في الميعاد فكلف المشير وانطلقت الكرامة التي عادت إلينا كرامتنا جميعا كرامة الشعب الليبي. نعم سيد صالح، أنتم كعمداء بلديات وبما أنك عميد بلدية شحات، كيف كعمداء بلديات أتحدث، كيف ساهمتم أو كيف ساعدتم في إنجاح هذه الثورة، ثورة الكرامة؟ ثورة الكرامة نحن كمواطنين قبل أن نكون عمداء بلديات أو موظفين في الدولة، نحن كمواطنين باركنا من البداية وحاولنا عن طريق بشكل اجتماعي أو بغيرها كلنا جميعا أن نقف وراء البرلمان في أخذه لقرار تكليف المشير خليفة بلقاسم حفتر. وأنا بشكل شخصي تخاطبت مع رئيس البرلمان في يوم من الأيام لم أكن عميدا للبلدية وقلت له يجب أن يكلف المشير خليفة بلقاسم حفتر بحكم أنه يمثل رمزية للجيش الليبي وهو قرار صائب ونحن معكم فيه، وكان القرار الشجاع الحقيقة من البرلمان ومن المستشار عقيلة صالح بتكليفه للمشير وتكليفهم أيضا للواء عبد الرازق النظوري، وابتدأت المعركة التي ها نحن اليوم نحتفل بها في اليوم في العام الثالث الذي نشعر بأننا عاد إلينا وطننا الذي كان مغتصبا. نعم نعم، في الختام رسالة توجهها للبلديات التي لازالت ربما تقبع تحت الميليشيات ويعني لازالت ليس تحت الجيش، فإمرة الجيش كل البلديات وكل الناس مرحبة بالكرامة. نحن نتحدث في الشارع وفي المربيع وفي غيرها، كل الناس وراء الكرامة وكل الناس مرحبة بفكرة بناء المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، ولكن هؤلاء الناس اللي تحت الميليشيات يعني مغلوب على أمرهم، ونتمنى لهم التحرير كما تحرر بنغازي تتحرر بقية المناطق من هذه الميليشيات. نعم. ويرجع الوطن في حضن جيشه الجيش الليبي، جيشنا فخر سنيننا الذي نأمل أن تبنى هذه المؤسسة بأحسن الطرق الحديثة الآن في بناء الجيوش ويتحرر الجميع. عمداء البلديات وهؤلاء يعتبروا مواطنين الآن مغلوب على أمرهم، ولكن نعم أن يقفوا فعلا بشكل جاد مع الجيش في كل مكان، الجيش الليبي المؤسسة العسكرية الليبية. صالح عبيد الله كنت معي عبر الهاتف من شحات، عميد بلدية شحات، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير، كل أنت وأهالي شحات بهذه المناسبة بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة. بلدي أغلى من أولادي،
الواجب ينادي، والوطن هو الأساس، والوطن هو الأساس. إذن كما رأينا هذه مظاهر الاحتفال في شوارع مدينة بنغازي وميادينها وأزقتها بالاحتفال بهذه الذكرى الثالثة لثورة الكرامة، ولا زالت تغطيتنا متواصلة واتصالات تتوالى ومتواصلة. معي عبر الهاتف رمضان صالح من غرفة عمليات أبار، ينضم إلي عبر الهاتف. سيد رمضان أهلا بك. رمضان هل أنت في الاستماع؟ سيد رمضان هل أنت تسمعني؟ يبدو أن الاتصال غير جاهز بعد. عملية الكرامة أو ثورة الكرامة لم تأتي مزاجا أو عبطا، هي أتت من بعد احتقالات، من بعد اغتيالات، من بعد الكثير والكثير من المعاناة التي عانوا منها أهالي بنغازي بالدرجة الأولى وباقي المدن الليبية. إذن متواصلين في هذه التغطية، ربما الاتصال جاهز. طه محمود، سيد طه محمود مدير مركز القلب، معي عبر الهاتف. سيد طه هل أنت في الاستماع؟ ألو نعم أنا في الاستماع. سيد طه في البداية أهلا بك، وحدثني أنتم كمركز القلب وتحديدا يعني في هذه الثورة، ثورة الكرامة، كيف كانت الاستعدادات أو كيف كانت التجهيزات للاحتفال بهذه الذكرى؟ أولا بداية أهنيك وأهني أنفسنا بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة. نعم الحقيقة مركز طب وجراحة القلب بكوني أنا مدير عام المركز تعرض شأنه وشأن الاغتيالات اللي حدثت في بنغازي من هذه المجموعات إلى دمار وخراب وسرقة في معداتها، لكن بفضل انطلاق ثورة الكرامة حقيقة استرجعنا هذا المستشفى أخيرا. نعم. وتم افتتاحها واحتفلنا بافتتاحها وغطت قناة الحدث مشكورة هذا 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 الاحتفال بالافتتاح. نعم. حقيقة مركز القلب من المراكز المهمة في مدينة بنغازي، وتعرض إلى إصابات جسيمة وإلى خراب ودمار من هذه المجموعات الظلامية، ولكن بفضل هذه الانطلاقة عملية الكرامة استرجعنا حقيقة أبنانا وحالنا اليوم نباشر في عملنا من خلاله ونشارك
مدينة بنغازي احتفالاتها بهذه المناسبة. حقيقة يعني استعدادات نحن اليوم الاحتفال، العمل اليوم مستمرين في المركز نستقبل في الحالات. طبعا قمنا بإعداد خطة طوارئ داخل المستشفى لاستقبال الحالات في هذا اليوم، وعملنا حقيقة عادي، ونهني أنفسنا ونهني قناة الحدث على هذه التغطية الخاصة لهذا البرنامج. نعم. في البداية، كما أسلفت الذكر في بداية استعادة هذه المؤسسة وهي مستشفى أو مركز القلب، طب القلب والشرايين في بندرة بنغازي، كيف كان انعكاس هذه العملية، عملية الكرم أو ثورة عملية الكرم عليكم أنتم كمركز الطب وكمركز القلب في مدينة بنغازي؟ قدمنا مؤسسة عريقة تقدم في خدمة صحية كبيرة، وتقدم تهتم بمرضى القلب. كان في المستشفى تجرى العمليات الجراحية وعمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية بالإضافة إلى كشف المرضى، ولكن عندما قفل المستشفى نتيجة المجموعات الظلمية التي سيطرت عليه في ذلك الوقت، حقيقة فقدنا نحن الخدمة في هذا المستشفى، وأصبحنا لا نستطيع أن نقدم الخدمة من خلاله. طبعا هذا الشيء أثر على مرضانا وأثر علينا نحن نفسيا. استمر قفل منطقة الهواري ليقع في ضمن نطاقها مركز القلب قرابة العامين. نعم. يعني لما نتحدث على عامين من القفل، هذا له تأثير كبير سواء في نفسيات الناس العاملين أو في نفسيات مرضى القلب، وأنت تعلم مرضى القلب يحتاجوا إلى متابعة مراجعة. حقيقة كانت قرابة العامين من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ نعم بخصوص على مرضانا وعلى مستشفانا، لأنها كانت مؤسسة عريقة. نعم. قائمة كانت تحل في مشاكل للناس، وفجأة كهي حصل فيها دمار. لما استرجعنا حسينا حقيقة بقيمة هذه المؤسسة، يعني مؤسسة فقدناها لمدة عامين. نعم. ولما استرجعناها الآن وبفضل الله الحمد لله الآن نعمل بها بكل قوتنا، ورجعناه إلى 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 وضعه وأفضل. نعم. من وضعه السابق حقيقة بفضل الناس الخيرين في مدينة بنغازي. نعم. على رأسها شركة الخليج حقيقة العربي للنفط ومديرها الأستاذ محمد بن شتوان الذي أهنيه في. نعم. هذا اليوم. نعم. اللي وقف معنا وقفة جادة في صيانة هذا الصلح حقيقة تأثير. نعم. عودة المستشفى يعني وكأن يعني كما أنت أسلفت الذكر بأن ثورة الكرامة هي أو هذه الثورة التي قام بها رجال هذا الوطن هي التي كان لها الفضل في استعادة هذه المؤسسة. استعداداتكم أنتم كمركز القلب وكقطاع صحي بشكل عام احتفالا بهذه الذكرى لهذا العام في الذكرى الثالثة لثورة الكرامة، وخصوصا مع استعادة هذه المؤسسات وبداية نشاطها واستئناف نشاطها من جديد. نعم نحن استعداداتنا زي ما قلت لك، احنا 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 عملنا اليوم عمل طبيعي، نستقبل في حالات المرضى وتجرى الان انا نتحدث معك الان وفيما يقارب على 7 أو 8 حالات الان اليوم وجريت لنا عمليات قسطرة يعني، وقاعد مستشفانا مفتوح ونستقبل في المرضى عادي. ساهمنا بهذه المداخلة اليوم كلها، او شاركنا بهذه المداخلة اليوم كلها لكي نبارك للكرامة ولرجال الكرامة وللجيش الليبي على 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 هذه الانتصارات، لأن هذه الانتصارات اللي حدثت في بنغازي نحن جزء منها، شعرنا ب ب ب ب ب نحن كان عندنا شيء مفقود، كأن أسرة فقدت بيتها ورجعنا لبيتنا. يعني نحن حاسين بهذا اليوم بهذه العملية، عملية الكرامة وانطلاقها. نعم. فعلا هي لما انطلقت رجعت الحق ورجعت الناس إلى بيوتها ورجعت المؤسسات الصحية اللي كانت مفقودة. نعم. ولولاها لو نفترض أن لم تقم هذه العملية أو لم ينطلق هذه العملية لكانت المشكلة قائمة عند هذه اللحظة، وممكن ممكن ظل دمار حقيقة. نعم. نحن شعورنا بهذه المناسبة هو دليل، هو دليل مشاركتنا معك في حلقتك اليوم. نعم. ومشاركتنا معك على أساس احنا نهنيكم ونهني الشعب الليبي وخصوصا في المنطقة الشرقية. نعم. بعملية الكرامة، ونهني الجيش الليبي ورجال الجيش الليبي الذين فقدوا وضحوا من أجل أن نعيد هذه المؤسسة من ضمنها مؤسسة القلب. نعم. إلى حضن مدينة بنغازي.
سيد طه محمود مدير مركز القلب في مدينة بنغازي، شكرا جزيلا لك، وبإذن الله ستكون لنا مداخلات عديدة معك في تغطيات أخرى. شكرا جزيلا لك سيد طه محمود مدير مركز القلب في مدينة بنغازي. متواصلين في هذه التغطية على الهواء مباشرة من وسط مدينة بنغازي ومن قناة ليبيا الحدث، احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة. وينضم إلي الآن عبر الهاتف السيد رمضان صالح آمر غرفة عمليات أباري. سيد رمضان من غرفة عمليات أباري، سيد رمضان أهلا بك. اولا انا ماني امر غرفه عمليات. نعم نعم صحح الكلام. نعم وثم اقول لك اولا اهني نفسي واهني الشعب الليبي على انتصار خوارج وخارجين على القانون. واقول لهم دائما واقول لجيشنا البطل كونوا مستعدين لتحرير مدينه الجنوب وثم الى طرابلس. فيكون لنا لقاء هناك في مدينه طرابلس ان شاء الله باذن الله. سيد رمضان، استعداداتكم بهذه المناسبة، ما هي أهم الاستعدادات التي قمتم بها احتفالا بهذه المناسبة في أباري؟ يا تو نقول لك أنا حاجة، أصلا احنا ما عدناش استعدادات في مدينة أباري كمدينة أباري استعدادات. نعم. أي استعدادات؟ نعم وأقول لك كغرفة عمليات تتحدث العربي فلاقي نقول لك أنا، لأن احنا في الجنوب يرى ما زال شادين عصاب من نص الراجل، المفروض تشدش عصاب من نص تشد جهة واحد. احنا كجيش الليبي من ايام اولى كرامه اتبعنا الكرامه وقمنا في الحرب في مدينه أباري طالت مده سنه وسبع شهور. من خوارج ومن ميليشيات. ثم بعد ذلك وقفت هذه الحرب باي طريقه منها، من قالوا انه حرب القبليه، لكن هناك ليس حرب قبليه بين تبو والتوارق. ولكن اقول لجيشنا استعدوا لتصفير طرابلس وجنوب ليبيا. نعم، ذكرنا سيد رمضان في ببداية هذه الثورة، ثورة الكرامة، يعني استعدادا منكم وتمنيا منكم بأن يكون لدينا جيش وطني ليبي واحد من شمال لشرق لغرب ليبيا يضم كل الليبيين. إن شاء الله نتمنى ذلك، أن يكون جيش نظامي، كلنا جيش كجيش، نريد جيش موحدة. لكن هناك ما زال يقومون بعد الخوارج او اخوان او ما يسمى ميليشيات، لا يريدون جيش موحدا، يريدون جيش ممزقا يسيطر على هذا البلاد. واقول المره الثانيه اقول للجيشنا اللي في الجنوب، لا نريد نشد اعصاب من النص، بالعربي نقول لكم ما ندوش نشد اعصاب من النص، ننضموا الى القياده العامه للقوات المسلحه العربيه الليبيه كجيش نظامي. كل اي العسكري مفروض يكون تحت الأمر أو أمر عسكري، لا يكون تحت أمر ميليشيات أو ميليشيات مدنية أو ما أو جيش مدلجج أو إخواني، ما نفيش هذا الكلام هذا. وإحنا نبو جيش والشرطة هذا من أول بداية الكرامة، ويعرفون ذلك جيدا أن ثورة الكرامة أو الجيش الليبي دعم الغرفة عمليات أباري
غرفة العمليات تبارك مركز تدريب الجرمة، وفتحت مركز تدريب تخرج الدفاع ما يقارب عن 500 شخص، وهذا بفضل يعود بفضل قيادة الرشيدة بقيادة المشير خليفة حفتر. وذلك سنقول لكم مرة ثانية، نحن دائما مع الجيش والشرطة ومع القانون. نحن لا نريد يا أهلنا في الجنوب، لا نريد تكون عصا من نص، هذا كلام ما يمشيش، ضروري تكون عصا تشد جهة واحد، هذا اللي نعرفه من أهلنا الفلسطين. نعم، إذا رمضان صالح من غرفة عمليات أباري كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. Shall I call you to move up?
خليت وازو هلا خليت وازو هلا تصلي يسع نهار وحل تصلي موج السراب موج السراب قلا يوم بعد يوم يجيبهم بردال تصلي موج السراب موج السراب قلا يوم بعد يوم يجيبهم بردال رسمتنا الله خليت وازو رجالها 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 من شرقها لشدوها من غربها لشمالها من شرقها لشدوها من غربها لشمالها ولاد يفزعوا جابوا التلاف كتالها وين يغربوا عليها يزيد غضبها تكبر عزوم رجالها تملالها عاقلين ربيهم من هات الجبهة ولاد يفزعوا جابوا التلاف كتالها وين يغرب المات ويزيد غضبها تكبر عزوم رجالها تملالها وطري صمود طرابلس طرابلس وكتبها وطري حراير ليبيا ليبيا واطفالها وطري صمود طرابلس طرابلس وكتبها وطري حراير ليبيا ليبيا واطفالها رسم سوقها الله خليت وازو رجالها 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 من شرقها لجنوبها من غربها لشمالها من شرقها لجنوبها من غربها لشمالها رسم سوقها الله خليت وازو رجالها رسم سوقها الله خليت وازو رجالها لازلنا متواصلين في هذه التغطية المباشرة على الهواء مباشرة من قناة ليبيا الحدث احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة وينضم إلي عبر الهاتف أحد رموز هذه الثورة ومن كبار أعيان المنطقة الشرقية السيد الطيب الشريف. في البداية سيد الطيب الشريف نهنئك بهذه الانتصارات ونقول لك كل عام وأنت بخير بمناسبة هذه الذكرى. يا سيدي اولا بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير. هذه معركه ليست معركه لطيب الشريف والله، هذه معركه لكل انسان عنده كرامه في هذه الوطن. نعم. والتهنئه فيها الحقيقيه لقائدها ولرفاق الابرار من الضباط وصف ضباط وجنود وعائلات الضحايا وارباب واولياء الدم وكل الشعب الليبي وكل من ساهم ودعم سواء بالإعلاميا او باللسان او او حتى برعايه الاخرين ورعايه الشهداء وابنائهم، كل ساهم في هذه المعركه التي تعتبر يعني اسم على مسمى، ومعركه الكرامه اسم فعلا سميت به هذه المعركه وادى دورها فعلا، ارجعت كرامه الوطن ليبيا بصفه عامه ولهذه المنطقه وابنائها وقبائلها بصفه خاصه. وانا ارفع التهنئه بالاضافه الى قيادتها والى جنودها وضباطها إلى قبائل برقة العريقة، القبائل الوطنية التي دائما كانت تاريخيا ولا تزال وستظل بإذن الله هي رمز هذا الوطن وهي عمادة وهي العمق الاستراتيجي لكل عمل شريف وكريم يرفع من شأن هذه البلد وهذا الوطن وهذا التراب. بارك الله في الجميع. وكل عام جميعا إن شاء الله وأنتم بخير، وإن شاء الله الرحمن الرحيم تتم هذه المعركة. انتصاراتها في هذه لا أقول في الأيام بل أقول في الساعات القليلة القادمة إلى طرد كل الإرهابيين. والتطرف الذي شوه البلاد وشوه الدين وشوه العباد وأفسد ما جاء عليه وتحدث عنه.
أنتم كقبائل كيف دعمتم ثورة الكرامة منذ بدايتها؟ أنتم كنتم من الداعمين لهذه الثورة، كيف دعمتموها وكيف رفعتم الغطاء عن بعض أبناء بعض القبائل الذين ربما كانوا ينتمون لجهات إرهابية أو متطرفة؟ والله نحن الدعم الحقيقي ليس لمعرفة الكرامة فقط، الدعم الحقيقي ندعم في أنفسنا، دعمنا للكرامة دعم لكل القيم والمثل الذي تتحلى بها برقة وأهل برقة وتحلى بها الليبيون عموما يعني. نعم. فدعمنا نحن كان دعم لأنفسنا، وجدنا قيادة حكيمة، وجدنا ناس حريصين لم يلتجوا لتكوين هذه النخبة المجاهدة الكريمة، لم 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 يكون سعيهم وراء تكوين هذا الجيش وتكوين لمصالح شخصية أو لمصالح دنيوية أو لاستيلاء عليه وظائف والله عليه مصارف والله عليه بنوك، بل كانت تكوين هذه المعركة وأساسها وفلسفتها وقيمها واللي رفع من شأنها أنا كانت من أجل دفع الضرر على كل ليبيا وعلى هذه المنطقة بالذات وعلى بنغازي ودرنا الكريمة الذين يعني كانوا معرضين لكل أنواع الإذلال والقهر وتغيير مسار ثورة 17 فبراير التي نعتبر نحن أنها ثورة الكرامة. إن لم تكن ثورة جديدة بالفعل لتصحيح المسار فهي على الأقل أرجعت كرامة وتضحية من قاموا بانتفاضة فبراير التي انتهت الآن كثورة استلمها قيادتها واستلم نشاطها واستلم رفع راياتها والتحدث باسمها والمطالبة بحقوق لم تكن له من الأصل في حق فيها، وهي الآن فقدت جميع مبرراتها. الآن ما يدور في هذه السنوات الست يعتبر نهاية يعني نهاية كانت سريعة. نعم. لانتفاضة فبراير ومبررات قيامها. الشعب الليبي لما قام بثورة فبراير أو انتفاضة فبراير لم يقم بها من أجل الترف أو من أجل السلاح على السلطة أو تغيير ظلمة بظلام ولا ظالم بظلمة. نعم. كانت من أجل كرامة البلاد ومن أجل إعادة ليبيا إلى المسار الصحيح ومن أجل بناء دولة صحيحة قادرة على البقاء والاستمرار تتوفر فيها الحقوق لجميع أهلها وأطرافها ومكوناتها الحقيقية والمؤسسين لهذا البلد وتراب هذا البلد. وكانت برقة من 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 من, من, من الأرقام الذي لا يمكن تجاهلها تاريخيا أو ماضيا وحاضرا أو 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 أو, أو جغرافيا أو سياسيا أو حتى من ناحية الثروة. ولذلك نحن نرى في معركة الكرامة إعادة الثورة وإعادة انتفاضة الشعب الليبي وتضحياته الماضية والحاضرة إلى 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 عمل على أرض الواقع وهو رفع راية الكرامة وإعادة الوطن إلى حظيرة أهله وأصحابه الحقيقيين لتبنى ليبيا دولة صحيحة قادرة على البقاء والاستمرار، لا تصدر الإرهاب ولا تصدر الفساد ولا تؤمن بالفساد ولا تؤمن بالإرهاب ولا تصدر الفساد، ليس 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 ليجعل الفساد في أرض ليبيا فقط بل لجعل ليبيا مصدر سلام لأهلها ولجيرانها ولقريبين والبعيدين. وهذا ما نسعى إليه جميعا، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سيتم بذلك، وأن حافظ على تضحيات أبنائنا وشبابنا ألا تضيع هباء. نعم. الآن طيب أصبحت الكل... المرحلة مرحلة الآن جمع المحصول. نعم. وأرجو أن يكون المحصول هناك عقول للحفاظ. نعم. للحفاظ على دماء أبنائنا وتضحياتهم باش ما تلحش بين السماشرة الذين يجرون وراء وظائف أو وراء أموال أو وراء. نعم. اعتمادات أو وراء كذا. نعم. نحن يعني نحيي قبائل البرقة العريقة ونحيي قياداتها الذين كانوا دائما وأبدا جاهزين. نعم. لكل عمل. نعم. فدورنا دور مساعد. نعم. للحديث أو ودورنا بقدر ما هو مهم، ولكن ليس 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 بأهمية من استشهدوا ولا زالوا في أرض المعركة. نعم. نحن دورنا مساعد وأبنائنا في المعركة. نعم. وكل من خرج عن الخط أو غرد خارج السبر سرب فهو في هذه المحضرة بعد هذا الوضوح في المواقف أعتقد أنه ليس له عذر أكثر من أنه إما خائن أو مرتشي أو عميل. بالفعل. يعني والقبائل نزعت الغطاء الاجتماعي عن كل ابن من أبنائها بصرف النظر على فلان والله علان، قبائل مجتمعة سواء فرادة أو قبائل البرقة مجتمعين نزعوا الغطاء الاجتماعي على كل فرد من أفراد هذه القبائل ينتمي إلى هذه التنظيمات المطرفة أو يدعمها بأي شكل من الأشكال. نحن شعب لنا دين ولنا قيم ولنا عادات ولنا تاريخ ولنا ماضي ولنا ثقافة ولنا أسس
لا يمكن ابدا ان نحيد عنها او يغيرها سلم من الناس وراء عماله اجنبيه او تخطيطات او مخططات اجنبيه. نعم. معركه الكرامه اعادت المياه الى مجاريها، وضعت الخطوط النقاط على الحروف. نعم. ونرجو وقائدها حصيف ليس عسكريا فقط، بل يعرف كيف يدير الامور حتى في الامور خارج النطاق العسكري. نعم. ومعه ضباطه ومع كذا، ونحن جاهزين في خدمة كل من يقوم بمثل هذا بهذا الدور. نعم. صار نحن لا نؤيد أشخاص، خليفة أيدناه لأن شخص قام بواجب معين وتحدى معركة معينة في البداية. ألو. نعم معك سيد. ألو. طيب نعم حاج طيب معك. نعم لأن قام بواجب، يعني البطولة ليست سهل حيازتها أو, نعم. أو, أو, أو 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 الحصول عليها. نعم. البطولة هو أن يقوم الإنسان بدور يعجز الآخرين عن القيام به. طيب في ظرف كل الناس تنظر أنه غير مواتي أو غير صالح للقيام بهذا الدور. نعم. خليفة اختار دور صعب في وقت صعب وأدى بنجاح، بدأ. نعم. من الصفر، والآن الحمد لله عندنا جيش منتظم، جيش محترف، جيش مؤهل، جيش ضباطة، جيش بطيرانة، جيش. نعم. باستراتيجيته. نعم. جيش بطلبته، جيش بكلياته الآن، وإن شاء الله الرحمن الرحيم كل يوم يكون أحسن من اليوم ويزيد عن يوم، ونحن وراه، ونحن قاعدين جزء منا. نعم. لنا نحن نعتبر روحنا العمق الاستراتيجي لهذا الجيش الكريم وقائد المبجل، وتحياتي له وتهديتي. نعم. له. طيب كلنا نحن كليبيين نعرف أن لولا فزعتكم أنتم كشيوخ قبائل وكأعياد لم تنجح هذه الثورة ولم تصل إلى ما وصلت إليه الآن. يعني اليوم زي ما نحن شايفين أن اليوم الذكرى للعام الثالث في ثورة الكرامة، واليوم يعني القوات المسلحة الليبية تخرج أكبر عدد أو أكبر دفعة عسكرية لهذا اليوم. الرسالة أو الكلمة اللي تحب تقولها لهالشباب اللي اليوم الخريجين بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الكرامة، اللي اختاروا أنهم يحموا وطنهم ويبعدوا هالوطن عن الإرهاب وعن التطرف أو أي خنادق ربما اللي هي يعني تودي هالوطن إلى أماكن مظلمة وأماكن للإرهاب وللتطرف. الشباب كان أولا أنا لا يعني أمالي خير في الشباب. نعم. ما لا أعتقد أنهم في حاجة إلى توصية، لأنهم التربة اللي بذلوا فيها وظهروا منها وبزغوا فيها تربة لا تحتمل أكثر من أنها تكون تربة صالحة. نعم. معركة الكرامة لن تخرج إنسانا غير كريم. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. فالتربة اللي طلعوا منها والبيئة اللي عاشوا فيها، ما عاشوش في ترف، عاشوا في تدريب عسكري، عاشوا في معارك، عاشوا في معركة الآن، وأصبحوا الآن مسؤولين تاريخيا. أنهم يحملوا الراية بعد إن شاء الله عمر مديد لأبطال الكرامة الحاضرين. هؤلاء شباب الآن يعتبر امتداد لهذه المعركة، ونحن زي ما عندنا تاريخ وعندنا ماضي نحاول دائما نكون، وإن كان ما زدناش عليه ما ننقص منا، نحافظه على كرامتنا وعلى قيم أسلافنا. فهم الآن عندهم رسالة حقيقية، رسالة صعبة في ظروف صعبة. نعم. رسالة تصعبها الظروف اللي محيطة بها، المحيط الآن الظروف اللي عايشين فيها ظروف دولية متكالب علينا، مجتمع دولي متكالب علينا، أطراف داخل ليبيا وخارجها مختلف علينا، دعم لتمزيق بلدنا. نعم. هجمة على كل المنطقة العربية أو الشرق الأوسط بصفة عامة. نعم. ليبيا جزء من هذه الهجمة. ليبيا نحن نقدر نقول لك خلصها خليفة في الوقت المناسب وجيش الكرامة. نعم. الآن. نعم. الآن جيش الكرامة يعتبر الآن نهاء الإرهاب في هذا الشق من الوطن، وبنهايته في هذا الشق من الوطن بإذن الله تعالى حتكون البداية لنهايته في الشمال الأفريقي ككل. نعم. وإنهاء هذه الخارطة اللي كانت مرسومة لبلدنا ولغيرها من جيراننا. نعم. نحن أنا في هذه المناسبة أحيي معركة الكرامة، ولا أستوحش أبدا من أن شبابنا للآن تخرجوا اليوم حيكونوا في حاجة إلى 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 إلى, إلى نصح. إذا. نعم. كان تمسكوا بمبادئ الكرامة وفلسفتها وأدبيتها، بالإضافة إلى الشياب اللي وراها والبيوت اللي خرجوا منها وولدوا فيهم
ولدوا على هذه الأسس، على أساس الكرامة. نعم. وتاريخ برقة وتاريخ أهلها وقبائلها الآن يجب أن يكون محافظ عليه. وأنا لا، أنا دائما عندي أمل دائما في 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 أبنائنا. نعم. مهما كانت الأصوات المتعالية ومهما كانت المناورات ومهما كانت البيع والشراء والصرصرة في الوطن، إلا أن الوطن دائما موجود دوار التاريخ، ولا يصلح الوطن إلا أهله، والبقاء للحق وللناس الصالحة. نعم. فأنا ما عنديش كلمة نقول لهم إلا أنهم ولدوا ومحظوظين أنهم تخرجوا من هذه الثورة وتخرجوا تحت هذه القيادة. نعم. محظوظين عليهم أن يحافظوا على هذا السعد وهذه الراية وهذا الحظ الحسن اللي أصدف، وولدوا وتدربوا وعملوا وشاركوا في معرة الكرامة اللي حتكون إن شاء الله بإذن الله تعالى من الصفحات اللاصعة البيضاء في تاريخ برقة وفي تاريخ ليبكة كله بإذن الله. الحاج طيب الشريف، كل عام وانت بألف خير، وبهذه المناسبة بالذكرى الثالثة لعملية الكرامة كنت معي عبر الهاتف من مدينة طبرق، شكرا جزيلا لك. إذن متواصلون في هذه التغطية المباشرة من وسط مدينة بنغازي ومن قناة ليبيا الحدث، احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة. إذن سننتقل بعد قليل لمواكبة أو للنقل للبث المباشر من وسط الكلية العسكرية توكرة، احتفالا بهذه الذكرى، الذكرى الثالثة لثورة الكرامة. ولاد يفزعوا جابوا التنافك تانها، وين يغربوا معناها يزيد غضبها، تخبر عزومة مشانها فنانها، عاقلين ربيهم من هاد الجبهة. ولاد يفزعوا جابوا التنافك تانها، وين يغرب الناس ويزيد غضبها، تخبر عزومة مشانها فنانها. وطري صمود طرابلس طرابلس واكتبها، وطري حرايق ليبيا ليبيا واطفالها، وطري صمود طرابلس طرابلس واكتبها، وطري حرايق ليبيا ليبيا واطفالها. باسمي وباسم كل الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة العربية الليبية، نزف للشعب الليبي بشرى انتصار جيشه البطل على قوى التكفير والضلال